كل يوم متابعينا كثيرا وحبيت بكم مع قناة علي الأكبر أحمد فاضل مع الأكبر أحمد فاضل. فيديو اليوم فيديو ماينكرافت. من نوع سرعة دايموند. أول شي بدنا نكسر الخشب. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس واللايكات يا شباب. خلينا نبني كرافتن تيبل. أول شي الخشب، نرجع كرافتن تيبل كم ستيكس عشان نصنع سيف يا شباب. نصنع سيف عشان نقتل الحيوانات ونجمع موارد. بدنا نروح نقتل، بدنا نلاقي غنم نقتله لأنه نصنع اللي نصنع سرير. يكف كف يا شباب، كف مظلم يا شباب. الكهف يا شباب، شغل كهف يا شباب. انا نطلع هذا العالم جميل. نذهب إلى هناك. بسم الله زومي. أوي أوتش تشاش. وات أيرون. أيرون مفحم يا شباب. حط اللي كرافتد. كسر شوية حجارة يا شباب. نعمل بيكاكس حجر. بيكاكس حجري. كسر الايرون. أربعة أيرون. كم يوجد من الفحم؟
وفحم كثير. نعمل هون حد هالقاف، بس منا شي نزرع عليه، نجيب ايرون وموارد. نطلع كسر خشب، نعمر بيت. وين وين يا شباب؟ وين البيت يكون؟ انقسم مزاج تيني صوف. نصنع تخت يا شباب، يوجد هنا. يوجد. عمر البيت هنا هناك. تعرف شو وصلنا مع الكوف يا شباب؟ ليس كهف. نعمل هنا، نعمل البيت هنا، هنا. وات كهف ثاني. اوه وات نقول يا شباب، عمر البيت هني مسمعناش كتير خشب، نروح نكسر عشان نجيب عمر. نقول يا شباب نطلع على الشجرة إلى فوق، هي اللي كرافت التيبل. نصنع شموع،
نريد أن ننظر إلى يذهب القمر وتطلع الشمس. هذا القمر جميل. متابعيني عسل. لماذا بس أطلع من هذه النافذة أشوف متابعيني القمر؟ لأنه متابعيني هم قمر، هم بيوتيفول. أنا بحب متابعيني جدا. Oh my god. روح الصبح. علي راح اوقف الفيديو يا كان ايش للصبح. خليني اقلكم في الجزء الثاني. باي.